السلام عليكم ورحمة الله. الأخبار إن شاء الله الكل بخير. هذا الفيديو راح أشرح منصة Gate.io وراح نشرح كيف نحول فلوس من أي منصة، سواء كانت باينانس البنك لGate.io، وأيضا راح أشرح كيف إحنا نحول عملة ستامة من البنك لمنصة Gate.io. طبعا السبب اللي مخليني احول الفلوس من منصة البنك الى منصة Gate.io انه منصة البنك حاليا السعر 7.95، بينما في منصة Gate.io اللي راح نفتح فيها حساب حاليا السعر 6.14، يعني فرق تقريبا 40%، في فرق 40% بين هذا المنصة وهذا المنصة. طبعا مش دايما بيبقى هذا الفرق، لكن احنا راح نروح على منصة Gate.io كونها منصة اقوى بكتير من البنك، يعني منصة Gate.io ترتيبها السادسة على المنصات، بينما البنك 39. فعشان هيك انا فضلت منصة Gate.io. راح نتعلم كيف ننقل الفلوس عليها. اول شيء راح نفتح حساب في المنصة، هذا اول شيء. بلزمني اني احمل التطبيق، باجي هنا في عند تطبيقين بدي احملهم، Gate.io سواء كان موبايلك اندرويد او ابل، بتكتب Gate.io في المتجر وبتنزل هذا التطبيق الثاني، هاي Gate.io. طبعا انا حملته هان. التطبيق الثاني راح نستخدمه اوثي، تطبيق اوثي هذا بيستخدم لحماية حسابك سواء على اي منصة كانت البنك او Gate.io باينانس، يعني تطبيق كويس، يعني انه بيحمي معاملاتك، بيحمي حسابك، ما حتى لو احد اخذ ايميلك وباسوردك وفات على ايميلك واخذ رقم موبايلك، ما بيقدر انه يحول فلوسك او يسرقك. فتطبيق اللي هو اوثي راح برضو ننزله للي حابب، يعني للي حابب يحمي حاله. اوثي هذا هو التطبيق، هذا اللي هو اللي باللون الأحمر، طبعا أنا نزلته برضو. راح نشتغل على الاثنين. أول حاجة بننزل اللي هو تطبيق Gate.io اللي هي منصة Gate.io، بعدين بننزل تطبيق أوثي. طبعا ضروري الكل يركز في هذا الفيديو لأنه المعلومات كثيرة، ويعني ممكن ناس حاجات أول مرة تشوفوها تقريبا، كونه الأغلب يعني مبتدئ في مجال العملات الرقمية، يعني الناس المبتدئة تركز منيح، ولو اضطر الأمر تعيد الفيديو كذا مرة لحتى تفهم كل شيء. راح أجي على منصة Gate.io، راح أضغط على Register Now تحت باللون الأحمر اللي هو بيقول لك انه انت ما عندك حساب فيها، اعمل حساب Register Now. هنا بطلب منك تحط ايميل، طبعا تسهيلا عليكم راح احط لكم رابط المنصة اسفل الفيديو في الوصف، ما عليك غير انك تفوت على الوصف هتلاقي رابط المنصة موجود، بتفوت عليه وبتفتح حساب بدون اي مشاكل. اللي ما حاب يفوت من رابط المنصة بإمكانه ينزل التطبيق ويحط البيانات تبعته. طيب انا راح اسجل برقم الموبايل، في عندي تحت Register with Phone، راح اضغط عليها باللون الاحمر موجودة في الاسفل. تمام، راح نحط الدولة،
هنا في عندي باسوردين، مش باسورد، في عندي باسوردين. الباسورد الأول هذا لتسجيل دخولك لمنصة جيت أيو، يعني لحتى تفوت المنصة لازم تحط هذا الباسورد. طبعا خليه باسورد سهل بحيث إنك ما تنساه. افترض لازم يكون حرف كابيتال، حرف سمول، ورقم. هي حطيته اتش كابيتال، اتش سمول، ورقم من 1 لـ6. تحت الباسورد، هذا الباسورد اللي انت راح تعمل كل معاملاتك فيه. يعني هذه المنصة مش زي اي منصة، يعني لما بدك تبيع عملة او تشتري عملة لازم تحط الباسورد هاد، مش تاع اللوجن. ركزوا في باسوردين، باسورد لللوجن اللي هو عشان يفوتك على منصة جيت ايو، الباسورد الثاني عشان تعمل معاملاتك بيع شراء تحويل. هذا الباسورد مش شرط يكون صعب، يعني ممكن نحط انا من 1 لـ6، من 1 إلى 6. هنا اللي هو زي اي دي الدعوة، الريفرال اي دي. تمام، راح نحط هذا الرقم بحيث انه الحسابات، يعني لما انت تفتح حساب يكون مدرج تحت حسابي. لو سجلت من الرابط الموجود اسفل الفيديو راح يكون هذا الرقم اوريدي موجود. لو حابب انت تنزل التطبيق وتحط بياناتك ما في مشكلة، بإمكانك تدخل هذا الرقم كتابة. راح أعمل ريجستر. هذه لازم أسحبها بحيث إنها تعبي الفراغ، هذا الفراغ لازم تيجي عليه بالضبط لحتى يتأكد إنه أنا مش ريبوت اللي شغال. بيحكي انه وصل الكود على الموبايل، نحط الكود هان. حاليا احنا فتحنا حساب في منصة جيت ايو، خلاص بدي اعمل لوجين واسجل افتح حسابي. هاي رقم الموبايل، الباسورد حطنا اتش كابيتال اتش سمول من 1 إلى 6. هنوصل كمان مرة كود. طبعا ممكن انت تسجل بالايميل ما في مشكلة، انا راح اسجل بالموبايل وعلمك كيف تضيف الايميل داخل التطبيق. راح اضغط على سند كود الموجودة باللون الابيض. هيك بيكون فتح حساب جيت ايو الخاص بي. تمام، اول شي راح اعمله راح اطلع على الصورة الموجودة فوق على الشمال، اللي هي صورة الشخص الموجودة فوق على الشمال. راح اجي لخامس خيار Security Center اللي هو الحماية، بحيث انه تفعل حسابك، توثقه، تحط بياناتك، الأمور هذه. خامس خيار Security Center. أول شي بحكي لك الفون Verification، تحققنا منه، حطينا رقم التلفون. تاني حاجة بحكي لنا جوجل Authenticator، هذا اللي احنا البرنامج اللي حكينا نزلوه بحيث انه امان اكتر لمعاملاتك اللي طالعة، سواء شراء، سواء بيع، سواء تحويل. راح نضغط عليه. تمام، هنا في عندي في النص رمز، في عندي في النص رمز،
اللي هو يوتي 7L، راح اعمل له كوبي. تمام، راح نعمل له كوبي ونطلع من الجيت ايو ونروح لبرنامج الاوثي. برنامج الاوثي اول حاجة راح نربط رقم الموبايل، والإيميل برضو راح نحطه. بحكي لك إن راح يصلك كود تحقق، يكون اتصال ولا رسالة، راح أحكي له رسالة. طيب تمام، هيك احنا بنبقى فتحنا برنامج الاوثي. في عندي تحت باللون الابيض مربع داخله زي بلس باللون الاحمر، تمام، راح اضغط عليه. هذا بحيث انه انا اضيف منصة، يعني ممكن انت تضغط عليه وتضيف منصة البنك، ممكن تضغط عليه تضيف الباينانس، تضيف تليجرام، تضيف فيسبوك، أمور كتير ممكن أنت تضيف عليه. هذا برنامج للحماية، بحيث أنه يحمي تطبيقك، يحمي معاملاتك، يحمي كل شيء. راح أعمل أد أكاونت. في عندي تحت اللي هو باللون الأزرق انتر كي مانيوال، راح أحط الرمز اللي احنا نسخناه من منصة جيت أيو. هذا الرمز اللي نسخناه من منصة جيت ايو. بعد ما اخذنا الرمز راح ارجع برنامج اوثي واعمل له اضافة، سيف. هنا بحكي لي حط باسورد اللي هو التطبيق، مثلا اتش كابيتال اتش سمول. تمام، انا بحكي لك اللوجو كيف يجي، راح احكي له على شكل مفتاح، ولنفترض باللون الاحمر، راح اجي على المفتاح واحط لون احمر. اوكي كونتينيو، انتر اكاونت نيك نيم. اللي هو جيت، ايوه تمام. هيك جيت ايو لازم ان احنا ندخل هذا الكود لحتى تعمل اي معاملة. اي معاملة انت راح تعملها لازم تدخل اللي هو الكود هاد 8 3 1 4 5 2، كل 30 ثانية بتغير. يعني اذا حد فكر انه يعمل معاملة واخذ الرقم هذا، بعد نص دقيقة اوتوماتيك بتغير، يعني ما بالحق يعمل اشي. هذا يعني احنا بنحكي كأمان عالي جداً. تمام، راح اروح على جيت ايو بعد ما اضفنا. هنا بحكي لي بليز امبوت جوجل كود اللي هو هذا الكود، بس انتظر تخلص ال10 ثواني بحيث اخذ الكود الجديد. هنا علامة الورقتين بنسخ منها الكود.
برجع منصة جيتايو بعمل بيست. أنا بحكي لي راح نرسل الرسالة إلى موبايلك بحيث إنه يتحقق منه. يعني راح أضغط على كلمة سند باللون الأحمر على اليمين. هاي الكود هنا بحكي لي انبوت فاند باسورد. هذا مش الباسورد بتاع دخول المنصة، هذا الباسورد اللي احنا اتفقنا عليه انه لبيع وشراء العملات، اسمه فاند باسورد اللي احنا حطيناه من 1 إلى 6. هيك اتحقق عندي اللي هو تاني خيار عبر برنامج اوثو. تمام. لينك ايميل، تربط ايميلك اللي هي ثالث خيار بحيث انه يبقى السكيورتي على حسابك عالي، لازم تحط انت ايميلك لينك ايميل. طبعا لو انت فتت بالايميل نفسه اثناء يعني ما عملت تسجيل في المنصة، لو فتت بايميلك ما في مشكلة راح تلاقيه موجود، لكن ما راح يكون التلفون موجود. فانت الافضل انك تفعل كل اشي، كل اشي من هذول لازم انك تفعله بحيث انه يكون حسابك محمي بدرجة عالية. لينك ايميل، انا بحكي لك حط الايميل. اوكي، حط بنضغط على سند بحيث انه يرسل لي كود على الايميل. اوكي، هنا بحكي لك انبوت جوجل كود. وين الجوجل كود؟ بنروح على برنامج الاوثو، راح اعمل نسخ. طبعا هنا بحكي لك كل 18 ثانية، كل نص دقيقة بيديك رقم جديد، فلازم انه انت يعني تحاول معاملتك كلها تكون في نص دقيقة بحيث انه ما يتغير رقم. يعني حاليا هذا الكود اللي نسخته اصبح غير فعال بعد 3 ثواني. راح اخذ الكود الجديد. اوكي، راح اجي هنا اضيفه. هنا بحكي لك حط الفاند باسورد اللي احنا اتفقنا عليه للمعاملات. هذا الكود عشان نخلص، راح ناخذ اخر واحد. وهنا اللي هو جوجل كود، راح نيجي على برنامج اوثو ونعمل نسخ ونحطها. تمام. هنا بحكي لنا انه تم تفعيل الايميل، نعمل باك. رابع خيار اللي هو عدد تسجيل دخول ان فعالة وجاهزة معمولة ترنون. حاليا نيجي للأهم،
اللي هو تفعيل الحساب، إثبات شخصية اللي هو جواز سفر أو هوية أو رخصة قيادة. راح أضغط عليها اللي هو خامس خيار، راح أضغط عليها، راح أجي على بيرسونال. أول إشي راح يحكي لي الجنسية nationality، راح أقول له فلسطين. إنه بتحط الاسم، تمام، بتحط الاسم، هان الاسم واسم العائلة. يعني هذا بيقول لك حط اللي هو input your name and family، يعني اسمك واسم العائلة. اللي هو نوع المستند، تالت خيار نوع المستند، راح أضغط عليها. إذا أنا بدي ناشونال اي دي اللي هو الهوية، إذا بدي باسبور جواز سفر، إذا بدي رخصة قيادة درايفر، إيش ما أنت متوفر معاك حطه. يعني مثلا راح أحط جواز سفر. هنا بديك صورة توضيحية كيف ترفع جواز السفر. أول مرة بتصور جواز السفر من اللي هو الجلدة تاع جواز السفر من برا. تاني حاجة راح تفتح جواز السفر وتصوره بالشكل هاد. تالت إشي راح تمسك جواز السفر وتحطه جنب صدرك وتكتب على ورقة، يعني هذا الأمان العالي. يعني شوف لو الأمان، تجيب ورقة تكتب الاي دي تبعك، تمام، تكتب هيك جيت ايو اي دي، وتكتب الارقام تبعتك. وين الاي دي؟ من وين بجيبه؟ راح اعمل باك، كمان واحدة، كمان واحدة، راح اعص على الوجه اللي فوق. هاي الاي دي تبعك اللي هو 7700980، هذا الاي دي الخاص فيك. راح تكتبه على ورقة وتمسك جواز السفر بإيدك اليمين مثلا، والورقة هذه بإيدك الشمال، وبتخلي حدا يصورك. نوع المستند اللي بدك ترفعه، نوع المستند اللي بدك ترفعه، أنا حطيت باسبورت جواز سفر. بقول لك أول صورة راح تصور جواز سفر من برا، بعديها تصور جواز سفر من جوا، بعديها راح تمسك جواز سفر بيد وتمسك ورقة مكتوب عليها get ايو اي دي، وتحتها رقم الاي دي تبعك اللي هو رقم اللي حاليا راح اوريكم اياه. ممكن يعني لو حطينا كل هذا شرط أساسي إنه تمسك اللي هو باسبور تبعك بإيد وكلمة get ايو اي دي بإيد تانية. في كل إشي، حتى في الهوية، في جواز السفر، في الرخصة، في كل إشي لازم أنت تعمل هذه الحركة. طيب ال get ايو اي دي في رقم تحته اللي هو الإكسات، من وين اجيب الاي دي؟ راح اعمل باك، وكمان مره باك، كمان مره باك، وراح اقص على الوجه الموجود على الشمال فوق. هنا موجود عندي جنب رقم 41، هنا فوق موجود اي دي مكتوب يو اي دي 7700980، كل واحد له اي دي خاص فيه. تكتبه على ورقة وبتمسك جواز سفر بإيدك اليمين والورقة هذه بإيدك الشمال، بتخلي حدا يصورك، وبعديك خلاص ترفعهم عادي. راح أرجع على السكيورتي سنتر. هيك إحنا لو فعلنا الأي اللي هو إثبات الشخصية identity، نيجي على بيرسون، لو فعلناها خلاص باجي يعني أحط هنا الجنسية، بعديها أحط الاسم، بعديها أحط مثلا هيك بيكون انت حسابك محمي بدرجة عالية وموثق كمان. يعني حسابك ما في عليه
أي غلطة يعني. طيب نيجي لموضوعنا المهم، في عندي على اليمين تحت كلمة ولد، هذه المحفظة الخاصة بي، هذه المحفظة زي ما احنا عارفين فوق الرصيد بالبيتكوين. في عندي كلمة في نص الشاشة سبوت اكاونت، هذا حساب السبوت، حساب التخزين، هذا هو الحساب اللي احنا بنشتغل عليه سبوت اكاونت. في نص الشاشة بالضبط سبوت اكاونت هو اللي احنا معاملاتنا كلها فيه. تمام. طيب هنا سبوت اكاونت، نفترض انا بدي ارسل رصيد يو اس دي تي دولار من محفظة البنك الى محفظة جيت ايو. في عندي هيك بشكل صغير مكتوب سيرش على اليمين، هان راح اكتب يو اس دي تي. تمام، هاي جالي اليو اس دي تي. في عندي تحت خيارات كتيرة، عندي ديبوزيت وعندي ويذدرو في النص، عندي ديبوزيت وعندي ويذدرو. راح ارجع بس اوكي، هنا عندي لندنج، تاني حاجة ديبوزيت، تالت حاجة ويذدرو، بعديها بيل، بعديها اكسشينج. انا راح يلزمني شغلتين، اني اودع واسحب. انا هنا بدي اودع في المنصة هذه، ايش بدي اسوي؟ بدي اودع، يعني راح اعمل ديبوزيت. زي ما احنا عارفين اقل شبكة في العمولة ايش هي؟ شبكة اترون تي ار سي 20، ثالث واحد بتاخد دولار على اي معاملة، هي اللي احنا معتمدينها. او حتى انت اذا حاب تخلي وسيط يشحن لك فلوس في الحساب راح تبعت له ثالث واحدة اللي هي شبكة ترون تي ار سي 20. بنتظر بس تحمل تحت عشان يديني رابط محفظتي، هان ادان رابط محفظتي. في عندي باللون الاحمر كلمة كوبي، تحت الرابط الطويل موجود كلمة كوبي، هذه الكلمة كوبي نسخ، بتنسخ رابط المحفظة. راح اعمل كوبي واضغط على كلمة كوبي، هيك انا نسخت رابط المحفظة. ممكن حاليا اني اروح على منصة البنك، طبعا هذا حساب يعني حاط فيه 100 دولار هيك في ستامة وحادف الحساب، يعني يعني زي ما تقول رميلة سنتين، مو مشكلة. راح نشوف كيف احنا بدنا نحول من من يو اس دي تي لهان ل يو اس دي تي جيت ايو. باجي على كلمة يو اس دي تي، طبعا زي ما احنا عارفين منصة البنك لما تفتحها تجينا هذه الواجهة، راح اجي على اليمين على كلمة ولد، راح اجي على كلمة يو اس دي تي. هنا ايش راح اسوي؟ راح اعمل ديبوزيت ولا ويذدرو؟ طبيعي ويذدرو، سحب. من هنا بدي اسحب، لكن في منصة جيت ايو بدي اودع، هنا بدي اودع، اذا هنا راح اخذ رابط الديبوزيت. ركزوا على هذه النقطة، هنا راح اخذ رابط الايداع، رابط ديبوزيت لشبكة تي ار سي 20. لكن على منصة البنك انا بدي احول منها فلوس، اذا بدي اعمل عملية سحب ويذدرو. راح اضغط على ويذدرو، راح اجي لخيار توالت ادرس، توالت ادرس يعني الى عنوان محفظة. ايش الشبكة اللي احنا اخذناها؟ شبكة تي ار سي 20 ترون، تاني واحدة هاي. راح احط لصق، راح احط لصق لرابط محفظتي في جيت ايو. النوت ملاحظات ما بدنا. ثالث حاجة withdraw amount، withdraw amount كمية السحب اللي انا بدي اسحبه، قد ما كان رصيد اللي انت بدك تحوله حوله، ما في اي مشكلة. بياخد دولار واحد على اي معاملة، يعني حولت 100، حولت 200، حولت 500، بياخد دولار. بعد ما احط المبلغ، نفترض كان 1000، طبعا ما في رصيد الحساب، نفترض كان 1000، خلص بضغط على كلمة تم الموجودة على اليمين هان
وبعمل كونفيرم، راح اعمل كونفيرم وخلص. هيك بتبقى الفلوس انبعتت، راح يصلك كود تحقق على الموبايل بتحطه وبتكون الفلوس وصلت على منصة جيتايو. هذه الطريقة الأولى. طبعا هذا الرابط نفسه، هذا الرابط نفسه ممكن أنا أبعته للوسيط، قدمنا لكم احنا وسطاء بالقناة تاعت الكريبتو، يمكنكم تشوفوهم لو حد لسه ما أودع، يمكنهم يشوف الوسطاء اللي حطيناهم في قناة الكريبتو. طبعا وفرنا تقريبا أغلب الدول العربية. هذا الرابط نفسه ممكن أنا أرسله للوسيط اللي بده يحول لي فلوس، الوسيط اللي بده يحول لي فلوس بقول له هاي رابط محفظتي USDT، ابعت لي عليه مبلغ كذا. تمام، هيك الأمور واضحة. طيب راح أطفي البنك وارجع على جيت ايو. هيك كل اشي واضح. طيب لما يوصل الرصيد راح نلاقي هنا الصفر، مثلا شحنت 500 راح نلاقي هنا الرصيد 499 بالنقص دولار اللي هو عمولة التحويل. هنا في كلمة USDT تحتها بدل صفر راح يصير 499 في حال انت بعت 500، وزي هيك يعني. حاليا انا بدي ستامة، راح اجي بدل ما انا كاتب USDT راح اكتب سي تاما. طبعا بعد ما انا اودع USDT هان بشتري عملة ستامة. كيف اشتريها؟ راح اجي على سي اكتبها تاما، هاي تمام. في عندي خيارين او ثلاث خيارات، ديبوزيت وذرو وبيل واكسشينج. انا ايش بدي اعمل في عملة ستامة؟ مبدئيا لو انا معايا USDT وبدي اشتريها راح اجي على كلمة اكسشينج على اليمين تحت باللون الابيض على اليمين، راح اضغط عليها. هنا بيديني حسابي بالدولار، يعني كمية الدولار اللي معايا اللي متاح اشتري فيها. طبعا الحساب صفر لسه عاملينه جديد. هاي العملة ستامة، هنا المخطط البيان اللي هو الشمعتين الصغار على اليمين. طبعا شايفين السعر 135 140 142 عكس منصة البنك. تعالوا نشوف منصة البنك السعر، لو جينا على ستامة فتحنا المخطط البياني راح نلاقي السعر 95، السعر 95، لكن منصة جيت ايو 139 140 ووصلت 147، يعني تكلموا عن فرقية ما يقارب 50%. فلهيك انا حبيت اني اجي على منصة جيت ايو. تمام، نيجي لموضوعنا هان. طيب انا كان عندي رصيد USDT، راح يبين عندي هان بالضبط في نص الشاشة، راح يبين اللي هو الافيلابل المتاح. هنا موجود عندي صفر USDT. لما يبقى عندك رصيد راح يبين عندك مثلا 500 متاح، 1000 متاح، بتضغط على باي. طبعا هان لو حطيت ليميت راح يعلق امر معلق على السعر الحالي، يعني لو نزل يعني حاجة بسيطة جدا بفعل الاوردر. ونفس الاشي في السيل، نفس الاشي في السيل لما تحطوا ليميت في حال طلع اشي بسيط جدا بفعل اوردر البيع. وضحت؟ من غير ما احط اي ارقام او اني اضيف اي ارقام، مثلا هنا من غير ما اضيف اي اشي، مجرد ما انا حطيته ليميت، مجرد ما انا حطيته ليميت هو بحط السعر الحالي او اعلى بحاجة بسيطة جدا، اعلى باجزاء من المليون، يعني اجزاء من المليار حتى، حاجة بسيطة جدا راح يزودها. يعني ممكن انت تقول انت بتعمل باي ليميت على السعر الحالي، يعني في حال نزل اشي بسيط فعل الشراء. وفي السيل في البيع نفس الاشي، ليميت معناها وسبت اشي، يعني ما انت ما حطيت اي سعر فورا هو ببيع على السعر الحالي، او في حال طلع اشي بسيط جدا راح يبيع.
طيب راح نيجي على باي، وبتحدد الكمية اللي بدك تشتريها. مثلا رصيدك 500 دولار، بتكتب هان 500 وبتعمل باي ستاما. حاليا انا عندي ستاما في محفظة البنك، وبدي اجيبها هان على محفظة جيت ايو. حكينا الطريقة الاولى انه انا ابيع ستاما، اجي هان على منصة البنك اعمل بيع لستاما، هاي اجي على ستاما اضغط عليها، او مش من هنا راح اجي على كلمة تريد في النص، واجي اعمل سيل، وبدل ليميت اوردر ماركت اوردر، واحط كل كمية ستاما وابيع. هيك انا تحولت عندي الستاما لدولار، والدولار ارسله لمحفظة جيت ايو. وبعد ما ارسله محفظة جيت ايو ووصل عندي، بقدر انه انا اشتري. مثلا بعت ال 125 دولار من هناك، بقدر اشتري هنا ب 125 دولار. لكن وين المشكلة؟ المشكلة انت لما بعت كان السعر 95، يعني تعال نشوف السعر كان 95 لما انت بعت. لما هتشتري هتشتري على سعر 140، فانت خسران 50% من راس مالك لو عملت هذه الحركة. طب متى انا ممكن اعمل هذه الحركة اني ابيع؟ طبعا مع الأسف مع الأسف الأرصدة الصغيرة ما راح تقدر انها تحول ستامة الا عن طريق هذه الطريقة اللي انا بشرحها، اللي هي تبيع ستامة من منصة البنك، تحول رصيدها لدولار، وبعدين تبعت من منصة البنك الى منصة جيت ايو اليو اس دي تي، ومن منصة جيت ايو نشتري زي ما تعلمنا الان. طيب متى انا اعمل هذه الحركة؟ هنا السعر 137 حاليا. في حال كان سعر منصة البنك قريب او مساوي لسعر منصة جيت ايو، بعمل هذه الحركة. غير هيك ما بعمل. الارصدة الصغيرة اللي معهم عدد حبات اقل من 20 مليار حبة، طبعا هي سعرها رخيص جدا، يعني 20 مليار، يعني على السعر الحالي ما يعادل 1500 ل 1700 دولار على السعر الحالي. تمام، يعني حاليا السعر 138، نفترض نزل ل 110. حاليا السعر هنا 138، نفترض نزل ل 110، ومنصة البنك السعر فيها صعد ل 105، هان قريبين جدا من بعض، يعني 105 و110. وقتها بعمل هذه الحركة اني احول فلوسي من البنك الى دولار وارسل الدولار لجيت ايو واشتري من جيت ايو. ما راح تفرق كتير معايا، يعني نتكلم 5% راح تفرق معايا، اشي بسيط جدا. تمام، اما لما اشتري هالجيت راح تفرق معايا 50% من راس مالي باي طاير. هو ما راح يطير، يعني انت بعت 1000 دولار من هناك لهان وشريت، ما راح يطير راس مالك، هيضل الالف موجودة. بس الفكرة انه انت هتشتري على سعر اعلى ب50% من السعر اللي كنت شاري عليه بالاول، فهذا يعني مش كويس لإلك. طيب الطريقة الثانية للأرصدة اللي معها فوق 20 مليار حبة. طبعا انا رصيدي زي ما انتم متابعين على القناة، بدينا ب500 دولار، حاليا رصيد يعني بفضل الله 6000 دولار، وانا بعتتهم من منصة البنك الى منصة جيت ايو بالطريقة اللي راح اوريكم اياها الان. راح اجي ارجع هيك، راح اروح على كلمة والد تحت على اليمين، راح اجي على كلمة سبوت اكاونت في نص الشاشة، في عندي كلمة سيرش على اليمين في نص الشاشة، راح اكتب سي تا ما. اوكي، هنا في عندي، احنا قلنا لو معانا يو اس دي تي راح اجي على كلمة اكسشينج على اليمين. طيب انا معي ستامة في منصة البنك وبدي احولها هان، راح اجي على ديبوزيت هنا في منصة جيت ايو، راح اعمل ديبوزيت ايداع، راح اضغط على ديبوزيت
واعمل فيش عندي شبكات غير شبكه اثيريوم. راح اعمل ايش؟ كوبي لرابط المحفظه، هاي رابط المحفظه الطويل هذا في نص الشاشه، راح اعمل كوبي، نسخ، انسخ رابط المحفظه الخاصه بستاما على جيت ايو. نسخت رابط المحفظه، راح اروح على منصه البنك، اعمل باك، راح اروح على كلمه والد، راح اضغط على ستاما، هاي عمله ستاما راح اضغط عليها. هناك عملنا ديبوزيت ايداع، راح نودع في منصه جيت ايو. اذا هنا راح نعمل عمليه سحب، نضغط على وذدرو، تو واليت ادرس اول خيار، بحكي لك هنا الشبكات المتاحه ايثيريوم. بالفعل الشبكه اللي احنا اخذناها شبكه ايثيريوم اللي هي ERC20. withdraw address اللي هو عنوان السحب، العنوان اللي بدي اسحب عليه، اللي هو اللي احنا عملنا له لصق، اللي احنا عملنا له عفوا نسخ من هناك. راح اجي على withdraw amount، قديش الكمية اللي انا بدي احولها من النوت. طبعا الملاحظات تاني خيار قلنا سيبنا منه ما بدنا اياه. withdraw amount الكمية راح احكي له all، كل الكمية، ايش ما عندي عدد حبات احول. طبعا ما راح يرضى يحول، ليش؟ لانه الكمية اقل من 20 مليار، ما راح يرضى يحولها. تمام. في عندي ثالث حاجة ايش بقول لك؟ منر في يعني الرسوم، بقول لك عليها رسوم 12%. يعني لو انت رصيدك كان 2000 دولار راح يروح منه 240 دولار، لو كان 2000 دولار راح يروح منه 240 دولار عمولة نقله على منصة جيت ايو. لكن ما في اي مشكلة، ما في اي مشكلة، حتى لو راح 240 دولار، انت راح تشتري على السعر عالي. راح بس افتح المنصة، افتح الشارت بتاع ستاما، انت راح تشتري على سعر عالي. يعني في منصة البنك السعر حاليا 95، هان السعر حاليا هان على 95 او 94. تمام. انت في هذه المنصة راح توصلك ستامة على سعر 137، يعني انت من غير ما تعرف شيء اشي راح تربح ما يقارب 40%، راح تربح ما يقارب 40%. يعني اذا انت راح منك 12 فممكن انت تعوض 12 وتاخد ارباح فوقيها، لانه سعر المنصة هان اعلى ب40% من سعر المنصة في البنك، فانت ربحان في هذه العملية. طيب مش دايما انت بتربح، انا بحكي في حال كان السعر بعيد، يعني هناك في منصة البنك السعر 95، هانا 137، فعشان هيك بتربح. اما لو كان السعر هانا مثلا 110 وفي منصة البنك كان 105 ورايح تعمل هذه الحركة، فهتخسر، يعني هتخسر 12%، ما راح تستفيد بشيء. فلو كان حتى لو انت معاك فوق ال20 مليار حبة، لو كان السعرين قريبين من بعض، يعني كان هانا 110 وعلى منصة البنك كانت 110 او 109 او 105 او 100 حتى، او كانت 100، لا بيع ستامة حولها ل USDT، وبعد ما تحولها USDT اعمل العملية اللي احنا يعني اللي احنا شرحناها قبل شوي. بتبيع ستامة USDT، USDT بتوديه على منصة جيت ايو، منصة جيت ايو بتشتري منها ستامة شراء، احسن ما تخسر 12%. احنا متى ممكن احنا نضحي بال12%؟ في حالة زي هيك، حالة زي هيك على منصة البنك السعر 95، هنا السعر 140، يعني انا بضحي ب12% بمقابل اني اخد 30 35%.
تمام، هيك تقريبا كل اشي، كل اشي انشرح، كيف نحول، كيف نودع، كل اشي تقريبا انشرح. نختم الفيديو ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.